من كلام فيل سبنسر رئيس اكس بوكس وثقته في قدرات الجهاز الجديد، وحديث رئيس بلاي ستيشن السابق وكلامه عن بعض المشاكل في صناعة الألعاب للكشف عن عروض وألعاب جديدة. فمثل كل أسبوع في هذا الفيديو ملخص سريع لأهم اللي حاصل في عالم الألعاب. الأسبوع الماضي ومن خلال حدث وور تيبل تم الكشف عن المزيد من المعلومات حول لعبة استوديو كريستال دينامكس القادمة أفنجرز. الحدث اشتمل على عرض مطول لإحدى المهمات بشخصية ثور، وشفنا بعض القدرات وأسلوب القتال الخاص فيه، بالإضافة لاستعراض بعض من المحتوى الضخم القادم للعبة من مهمات فرعية وأساسية وشرح طور الوور زونز واللي بيسمح لك أنك تلعب بشكل تعاوني مع أصدقائك وإتمام العديد من المهمات المتنوعة. أيضا تم الكشف عن العدو الرئيسي في قصة اللعبة واللي بيكون شخصية مودوك، وتم استعراض أصل هذه الشخصية من مجلات الكوميكس. أما البطلة الأساسية للعبة أفنجرز فبتكون شخصية كامالا، وهي شخصية مسلمة من أصل باكستاني. الاستوديو أكد أنه شراء هذه اللعبة لهذا الجيل وعلى أي جهاز بيكون كفيل بحصولك على النسخة الخاصة بأجهزة الجيل الجديد، سواء البلاي ستيشن أو الإكس بوكس. جدير بالذكر أن اللعبة كان من المفترض أنها تصدر في مايو الماضي، لكن بعد التأجيل أصبح 4 سبتمبر القادم هو الموعد المثبت لإصدار اللعبة. سكوير إينكس الشركة الناشرة للعبة، وفي اجتماع المساهمين في الفترة الماضية ذكرت أنه الإعلان عن ألعاب الشركة الجديدة واللي كان من المفترض الكشف عنها في E3 راح يتم الإعلان عنهم بشكل منفصل في يوليو وأغسطس. شهر يوليو بيكون الشهر المنتظر لمايكروسوفت والسيريس إكس، واللي بدأوا يشوقوا للحدث الخاص فيهم من خلال نشر عرض جديد وقصير لحصرية الإكس بوكس الأهم هيلو إنفينيت. لحد الآن ما تم الإعلان عن التاريخ المحدد لحدث ألعاب استوديوهات مايكروسوفت للجيل القادم، لكن أغلب التوقعات تقول إنه النصف الثاني من يوليو هي الفترة اللي بيكون فيها الحدث. فيل سبنسر من خلال لقاء على جيم لاب أكد إنهم سمعوا الانتقادات الخاصة بالعرض الماضي ووصلتهم ردة الفعل السلبية حول العرض، وذكر أن العرض القادم بيظهر قدرات السيريس إكس وألعابه بشكل أكبر. خلال اللقاء تم سؤال فيل أيضا عن رأيه في إعلان بلاي ستيشن 5. الجواب كان أنه يعتقد أنه سوني قامت بعمل جيد وبارك لهم هذا العرض القوي، لكن في نفس الوقت ذكر أنه ارتاح بعد الإعلان لأنه أصبح على معرفة بتوجه سوني من ناحية الألعاب والجهاز، وأنه واثق جدا من قدرات السيريس إكس وتفوقه من ناحية المواصفات والهاردوير. الأسبوع الماضي ظهرت تسريبات جديدة تأكد تواجد جهاز آخر راح يتم الإعلان عنه من قبل مايكروسوفت، واللي يحمل الاسم الرمزي لوكهارت، ومفترض أنه يكون أقل تكلفة لكن أيضا أقل قوة من السيريس إكس. على الجانب الآخر مع سوني وبلاي ستيشن واللي حظوا بأسبوع جدا ممتاز ومربح، بعد ما تمكن الجزء الثاني من The Last of Us من تحطيم الرقم القياسي الخاص بسبايدر مان كأسرع حصرية مبيعا للبي اس 4 وبيع أكثر من 4 مليون نسخة في الثلاثة الأيام الأولى من الإصدار. لكن بالرغم من هذا النجاح الكبير من ناحية المبيعات، استوديو نوتي دوغ أكد أنه ما في خطط حاليا لأي محتوى إضافي خاص بالقصة، وحتى طور الأونلاين اللي تم الحديث عنه سابقا ما في جواب واضح بهذا الخصوص. أما اللي منتظرين الحصرية الأخيرة للبلاي ستيشن 4 Ghost of Tsushima فراح يعجبهم خبر الانتهاء رسميا من تطوير اللعبة وإنها أصبحت جاهزة 100% للنشر. وعلى سيرة ألعاب القصة والتختيم وتطويرها، فمن خلال حوار مع شون ليدن رئيس بلاي ستيشن السابق على موقع Games Industry ذكر إنه الوضع الحالي لصناعة الألعاب يعتبر غير مستدام، وإنه تكاليف تطوير الألعاب ارتفعت بشكل خرافي بسبب طول الألعاب غالبا ورغبة المستهلكين بتجارب طويلة تتجاوز عشرات الساعات من المحتوى، وتحدث عن ضرورة عودة بعض الألعاب للقصص المركزة لكن القصيرة واللي ما تتجاوز مدتها 15 ساعة، خصوصا أنه الكثير من اللاعبين اللي اشتروا ألعاب طويلة ما يلاقوا الوقت الكافي لتختيمها، فبالتالي أفضل لهم يلعبوا ألعاب قصيرة لكن بقصة وتجربة مركزة. شون أكد أنه واحدة من أهم الأسباب لعدم استدامة هذه الطريقة في تطوير الألعاب هي أنه أسعار الألعاب ثابتة مثل ما هي في 20 سنة الماضية على مبلغ $60، أما تكلفة التطوير فبترتفع بشكل جدا كبير. طبعا كلام شون ليدن كان عن ألعاب التريبل اي واللي تم إنتاجها من الشركات الكبرى والاستوديوهات الضخمة والمعروفة، ومو عن ألعاب الاندي. اذكرونا في التعليقات رأيكم في كلام شون ليدن وفي هذا الموضوع من ناحية تسعير الألعاب، وهل تفضلوا الألعاب الطويلة واللي تحتاج أكثر من 50 ساعة لتختيمها، أو القصص المركزة واللي تحتاج من 15 ل 20 ساعة لإنهائها.
أما ضمن العروض والإعلانات الجديدة، فالأسبوع الماضي تم الإعلان رسمياً عن الجزء الرابع من كراش، واللي بيكون جزء جديد كلياً في عالم كراش بانديكوت، مع تواجد قدرات ومراحل وشخصيات جديدة. اللعبة من نشر أكتيفيجن وتطوير تويز فور بوب، بتصدر في 2 أكتوبر القادم على PS4 والإكس بوكس 1. أيضاً CD Projekt Red شاركتنا المزيد من المعلومات حول لعبتهم المنتظرة سايبر بانك 2077 من خلال الحلقة الأولى من نايت سيتي واير، واللي لخصت كل المعلومات اللي تم الكشف عنها. رابط الفيديو تلاقوه بالوصف. الظاهر على ما يبدو أن يوبي سوفت بتواجه بعض المشاكل الداخلية في هذه الفترة، فمن خلال تغريدة على حساب أشرف إسماعيل مخرج أساسن كريد فالهالا، ذكر فيها أنه راح يتنحى عن المشروع بسبب بعض المشاكل الخاصة. هذا القرار جاء في نفس الوقت اللي ذكرت فيه يوبي سوفت أنها راح تبدأ تحقيق في بعض ادعاءات العاملين في الشركة. وقبل نهاية الفيديو، إكس بوكس كشفت عن ألعاب شهر يوليو المجانية لمشتركين الجولد بلس، واللي راح يحصلوا على لعبة السباقات WRC8 ولعبة كرة السلة دانك لوردز، بالإضافة للجزء الثاني من سينت روز ولعبة البلاتفورمر جوجو. أما ألعاب البلاي ستيشن بلس، فحتى تسجيل هذا المقطع ما تم الإعلان عنها رسميا من قبل بلاي ستيشن. لا تنسوا تذكرون لنا في التعليقات رأيكم في كلام شون ليدن عن ثبات أسعار الألعاب وحديثه عن طول الألعاب وضرورة العودة للألعاب اللي مدتها أقل من 20 ساعة. أما لمشاهدة المزيد من المواضيع المختلفة عن عالم الألعاب، اشتراك وجرس وخذ لفة على باقي فيديوهات بلاير 1. وكالعادة شكرا على المشاهدة.